عشق يظهر يا ابو الاكبر هتف من حار محبينك هذول احنا مثل عابس يسمونا مجانينك 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 عشق يظهر يا ابو الاكبر هتف من حار محبينك هذول احنا مثل عابس يسمونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام مشاهدي قناة أنوار الفضاء الثانية. عظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. مشاهدي الكرام نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامج رايات حسينية. انتقلنا وياكم مشاهدي الكرام من قضاء الخالص في دياله إلى مدينة الحلة. اليوم نحن في الحلة لكي نتعرف أيضا عن المواكب الحسينية وكيف تقيم الشعائر الحسينية هنا في مدينة الحلة وفي ذكرى شهادة الإمام الحسين عليه السلام. بداية نتعرف على الموكب واسم الحجي وأيضا طبيعة استعداداتكم الشهر محرم الحرام، ونقول لك عظم الله أجورك في ذكرى شهادة الإمام الحسين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آله وبيته الطيبين الطاهرين. بالبداية أحب أن أشكر قناة الأنوار. حقيقة أنا قناة الأنوار لها فد معزة خاصة بخاطري بضميري. شكرا جزيلا. فكنت دائما من أشتاق للحسين أفتح الأنوار بدون مجاملة حقيقة. موفق إن شاء الله. فعظم الله الأجر لكم باستشهاد الإمام الحسين وهذا الشهر العظيم. ونسأل من الله أن يعيد على العراق الجريح بالخير والأمان والتقوى بحق محمد وآل محمد. أنا اسمي صادق ساهي خادم الحجامي رئيس موكب خدمة أمير المؤمنين في مدينة الحلة. الموكب مالي العدد ماله 93 إلى 100 تقريبا، خدمي طبعا وإلي مشاركة بالعتبة العلوية المقدسة. صار 9 سنوات أنا أخدم بالعتبة العلوية، عندي خدمة أيضا مرقد الشهيد زيد هم صار 2 سنين تقريبا، وعندي خدمة بالحمزة. حج الأخوة الجالسين وياك بالنسبة نال الأخوان نال الأخ سيد سعد. هيئة المواكب مال الحلة، تنظيم هيئة المواكب في الحلة. نعم. هنا الأخ خيري الهنداوي أبو أحمد شاعر أستاذ خيري، الأخ أبو محمد أستاذ عبد الرضا صاحب موكب أيضا أستاذ عبد الرضا، وهنا الأخ أبو كرار أيضا وياي إعلامي الموكب مالي. نعم، من مؤسسين الموكب. أي نعم وياي. وهنا الرادود علي الحلي، تشرف بهم. أي طبعا دولة لهم باع طويل بالخدمة، يعني تخرجوا من هذا الموكب أيضا، وابن هذا الرجل أيضا هم متخرج من الموكب، هذا حوالي 10 روادي تخرجوا من هذا الموكب. موفقين إن شاء الله. أي حجي، بداية تعرف أنت عندما يهل شهر محرم الحرام تبدي المواكب والهيئات. اي طبعا استعدادات طبعاً. الشهر محرم، انتوا شنو استعداداتكم شهر محرم اول محرم العاشر محرم. احنا عندنا منهاج سنوي، يعني من بدايه اول يوم طبعا عد الرايات والسواد ونجهز الحسينيات. اي نعم، كل موكب موكبه يعني. نعم. اي فبعدين الموكب نعده يمكن نعم. يوم 7 و8 و9 و10 يعني اخر ايام يصير عندنا نزله الى بكر الامام بكر. انتوا بالحلة احنا يعني في كربلاء تعرف انت ينزلون المواكب وبعدين ليلة العاشر يعني نهار العاشر يصير ركضة طويريج. اي نعم نعم. انتوا هنا شلون انت احنا هنا ايضا نفس الشيء، ايضا بتنزل مواكب بالحلة وتنزل مواكب البكر. نعم. تنزل كل موكب برا موكب. نعم. يعني عشرات المواكب تنزل. نعم. ويوم العاشر مين شلون وين تتجمع؟ اكو عندنا شارع سوينا شارع خدمي خاص للمواكب. نعم. البكر. نعم. اي وايضا شرطه وامن مراقب. نعم. بعيد عن التبليط بعيد. نعم. هذا تنزل بين المواكب. شو وقت تبدون تنزلون؟ يوم 7 و8 و9. شو وقت اوقاتكم؟ من 3 وفوق، يعني من 3 ترتبون المواكب بعد الظهر. اي شو نسوي عندكم ردات او شيء؟ اي طبعا زنجيل وردات، ومن خلص الموكب يطب داخل بكر ايضا الرادود يصعد ويلطم المواكب. كل موكب موكبه مجال حسينيه ايضا. اي نعم. نعم هنا بالحسينيات بالنسبه لنا يعني. نعم. كل موكب موكب أيضا، كل موكب إلى رادود الخاص. نعم. عرفت عيني، وتصير لطم مقرايات ويعني في الساعة 2 ساعتين تقريبا،
وبعدين ظلنا مجالس بالحسينية. مجالس النساء أيضا نسوهم؟ أي طبعا بالنسبة لي أنا عندي مجالس. نفس الحسينية؟ أي نعم نعم. ليش وقت ليش وقت؟ العشرة كلها إلى يوم 13. لا يعني وقتهم صباحا ظهرا؟ لا لا عصر عصر. العصر. أي عصرا. صير عندنا هنا بالحسينية. نعم. لأن إحنا بعد العصر المغرب ستعرف صير عندنا أذان صلاة. أي وبعد الصلاة تقريبا بالسبعة فوق السبعة يصير عندنا مجالس ولطم. حجي طبعا طريق الثورة الحسينية وكله طريق إن شاء الله كله نضال وجهاد الحمد لله. وأيضا أنت يعني من خلال لقاء يعني بالأخوة قبل لا أجل هنا أنت تعذبت في زمن نظام البائد واعتقلت. نعم. راح تحكي لها كلها تفاصيل بعد أن ننتقل للسيد حتى يتحدث لي عن استعدادات الهيئات في الحلة وشون يتواصل وياهم شون يبدون يعني يرتبون وضعهم لاستقبال شهر محرم الحرام. حقيقة الرجل هذا مشكور يعني يقدم جهد يعني وبالأخص الأربعينية يعني حتى ما يرتاح. أنا أظل 20 يوم حتى يوم الزيارة أبقى أشتغل أنا على الراجع الموكب مالي أشتغل على الراجع. موفق حاج. إيه. فهو الرجل 24 ساعة مقابلني. إحنا راح نسمع عدة تفاصيل. إيه. عن طريق الترتيب معكم شكرا جزيلا. عظم الله أجورك سيدنا. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبي الأحرار. باسمي وباسم مؤسسة مواكب الحسين الإنسانية وباسم ممثلية بابل. نعم. أنا السيد سعد حسن علي الأعرجي رئيس ممثلية بابل للمواكب الحسينية. مشرف بكل خدام الحسين. موفقين إن شاء الله. سيد بدك تحكي لنا أنت الآن مسؤول عن كل الهيئات والمواكب في بابل. نعم رئيس ممثلية. شو وقت تبدأ تستعد شلون تتواصل وياهم إذا كان يعني مثلا الموكب معتاز إلى أبسط الأمور عندهم كانت مشكلة شلون تتواصل وياهم وشلون هذا الوقت كله تقدر يعني والله. تتواصل وياه. وأيضا سؤال على حضرتك عدد المواكب والهيئات في مدينة بابل ايش قد عددها؟ والله عدد المواكب والهيئات في مدينة بابل ما يقارب 950 موكب وهيئة. ما شاء الله. لأنه كل المحافظة أقضي ونواحي ومركز المدينة. ما شاء الله. عندنا تنسيق مع كل المواكب. احنا قبل دخول شهر محرم الحرام يعني تجتمعون بيهم؟ نجتمع بيهم مع القيادات الأمنية. نعم. مع السيد المحافظ مع الدوائر الخدمية دوائر الصحة فيكون هناك تنسيق وتوجيهات بالنسبة للمواكب الحسينية. نعم. يعني قبل عدة اجتماعات تكون أمنية وهذا وإحنا كل موكب هو مسجل لدينا. نعم. ومعرف وأرقام خاصة وإجايز موكب وهويات رسمية للمواكب الحسينية حتى يكونوا معرفين من الجهات الأمنية. نعم. أي فتكون استعدادات النزول احنا حقيقة يعني يؤسفني احنا نبلغ من يوم 5 لانه هذا اللي معتاد عليه من وعيت للدنيا لحد الان يوم 5 تنزل المواكب بس للأسف الشديد مركز مدينة الحلة أقول للأسف الشديد ينزلون يوم 1 واحنا اني هسه من خلال قناتكم الموقرة. نعم. أريد همتي أن أوجه نداء للمواكب لأنه ردنا نشيل هاي النزلة مال باب المشهد. تعرف هناك مستشفى ولادة هناك أطباء مركز المدينة عندنا شوارع خدمية ولكن بعض المواكب الحسينية ورؤساء المواكب ما يلتزمون بها. تعرف حالة طارئة وتجي إذا مستشفى الولادة شلون راح يصير؟ زين ما قعدتوا من خلال هذا الاجتماع ما قعدتوا ياهم نجتمع وهذا ويتفقون. إحنا عندنا محورين للنزول عندنا محور حسينية ابن إدريس وحسين والمرقد السيد العلامة علي بن طاووس. إن شاء الله إحنا من خلال هذا المنبر منبر قناة الإمام الفضائل أيضا نوجه لهم دعوة للالتزام لأن بالتالي الإمام الحسين هو علمنا على الالتزام والنظام وما نزعج الآخرين. بالفعل إحنا مو نسمع مرات تجيك حالة ولادة صعبة مستشفى الولادة سنتر الولاية وتجينا الشكاوى وتجينا هذا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله من خلال هذا اللقاء احنا ايضا نتواصل وياهم ان شاء الله وان شاء الله العقبه الزول ايضا استعداداتهم شلون يكون ترتيبهم شنو شو يسوون. الحاج تحدث لي عن تنظيم السواد في مدينه الحله تتوشح مدينه الحله وضواحيها كلها بالسواد واللافتات وهذا تعرف لانه مصاب جلل هذا على المسلمين وعلى شيعة العالم كله. زين شلون تتواصل ويا المواكب؟ شو تعرف شنو يحتاجون؟ شنو يريدون؟ شنو عندهم نواقص؟ احنا نتفقد الموكب كهيئة إدارية وكرئيس ممثلية فنتفقد موكب لأنه هو من يجي راح ياخذ إجازته من عندنا. نعم. ونسوي لهم برنامج لأنه أنا أوقف حقيقة في سنتر المحافظة يعني سنتر نزول الولاية فتكون عندنا لهم توجيهات وتبليغات يصير عندنا النزول نزول المواكب من الساعة 2:30 الظهر. وتدري الحلة مواكبها كلش هواية الأعداد قام تزيد سنة على سنة سنة كلش يعني وإحنا
أكو مع يعني شديد الأسف مواكب تنشق عن موكب، ليش؟ هذا موكبك الأصلي، أنت قلص، خلي يكون العدد هائل للموكب. إن شاء الله كلها بركات الإمام الحسين، وكلها بركات الصبب بهذا المصاب. بس مو وقت ما عندنا والمواكب تريد تنزل، تتدري ينزلون، إحنا ينزلون عندنا من محورين حصرناها، من محور الجسر باتجاه حسينية ابن إدريس من باب المشهد سيد علي بن طاووس. إن شاء الله تكفي، وإن شاء الله تكفي. الآن مدينة كربلاء بالأربعين طبول 18 مليون زائر، هاي البقعة الصغيرة بين الحرمين بركة من بركات الإمام الحسين. طبعا هاي معجزة إلهية، لأنه 18 مليون زائر، هذا العدد الهائل في شارعين، يعني من الاستحالة أن يستوعبهم. ولكن أنا قصدي شنو؟ قصدي على الوقت النزول، لأنه إحنا راح يصادف عندنا الأذان بدأ يتقدم من الثنتين ونص، يعني للخمسة وربع خمسة وثلث يصير عندنا أذان. فالنداء إلهم أن يعجلون بنزلتهم، إحنا تبلغنا حتى ينزل بالموعد المحدد، حتى المواكب تأخذ انسيابية وتكون إن شاء الله تأدي كل مراسيمها بالموفقية إن شاء الله لكل شكرا جزيلا المواكب الحسينية. أنا أيضا راح أنتقل لأستاذنا الشاعر حتى نشوف شنو طبيعة الشعر اللي حضروه. عظم الله أجورك. عظم الله أجوركم في ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، ونشكر قناتكم الموقرة شكرا جزيلا على هذه الرعاية المباركة إلى خدمة الحسين ومواكب الحسينية. أستاذنا العزيز، عادة الشعراء عندما يبدأ شهر محرم الحرام تجتمعون أنتم كلكم شعراء بابل حتى تتفقون على صيغة معينة، أو مثلا كل مثلا أربع شعراء مثلا يقرؤون الموكب، لو شلون تكون يعني استعداداتكم شهر محرم؟ نعم، يعني كما حضرتك نوهت، ربما أكو جماعات في عدة روابط وجمعيات، أكو شاعر ما منتمي حقيقة هم كذلك يحضر. تعرف أنه الشاعر هو يعني عنصر أساس في مسألة الخدمة الحسينية، كونه يمثل يعني الداعم الأول للرواديد، للمواكب، للردات. فيكون المفروض أن يختار الكلمة المناسبة لخدمة أبي عبد الله، كون أبي عبد الله الحسين هو قمة في الفكر وفي قضيته المباركة، يعني يكون يختار الكلمة الكلمة الرصينة، نعم الرصينة الموافقة اللي ما تخدش القضية. وتعرف يعني الشاعر مريود منه من الرواديد، فلذلك هو يتحضر قبل محرم. نعم. يعني ربما أكو ناس تتحضر قبل 3 أشهر أو 4، وأكو ناس قبل 6 أشهر لأن مريود منها. حاجة نعم. بعد أنت كتبوا الشعراء، يعني بعد أن يكتبون القصيدة، نعم، أكو مجموعة مثلا لجنة خاصة تشرف على هالقصائد، تحتاج تنقيح؟ لا والله الحقيقة احنا نفتقر إلى هذه المسألة. يعني الشاعر فقط يكتب، ماكو فد جهة معينة. ممكن أن تشكل لجنة جنابك، ممكن أن تشكل، يعني أكو لجان أكو جمعيات. نعم. هسا احنا في رابطة صوت الزهراء عندنا رابطة. نعم. نجتمع بعض الرواديد والشعراء، ندارس الأمر. نعم. أكو يصير انتقاد لبعض الكلمات، لبعض المقاطع الشعرية، يعني كون المفروض، ولكن كرئيسية يعني فد هيئة تلم الشعراء الحسينيين، أنا أقصد المنبريين. أكو عندنا اتحاد أدباء، أكو عندنا اتحاد شعراء، ولكن ليس مرتبط بالمواكب خاصة. يعني يجب أن تشكل لجنة إن شاء الله نحكي بها، كون المفروض يعني تكون تشكل المفروض لجنة خاصة بالمواكب والهيئات، عن طريق اللجنة القصيدة تحتاج إضافة. عندنا روابط قلت لك متعددة، في كون أكو في التوجه نحو يعني، وحتى الدولة ما عندنا في الدعم من الدولة لهذه المسألة، يبقى ما أكو دعم مرجعي بسيط. أستاذ إحنا هاي المواكب الحسينية كلها دعمها وبركاتها من هاي الخدام الحسينيين. نعم، لا أنت كما تعلم أستاذ العزيز، يعني هاي 18 مليون زائري. نعم، عندما نعم، يأتي نعم، من الجنوب. نعم. إلى كربلاء. هذه القضية تختلف، ليش؟ لأنه أنت تحتاج مقر، تحتاج يعني دعم، تحتاج كون يعني الدولة بما أنه اتجاه إسلامي كون الدولة تنظر طبيعة لها. الأشعار، لأنه أنا أقول لك ليش، لأنه هسه هي تدعم اتحاد الأدباء، تدعم اتحاد الشعراء اللي هم مو اتجاههم اتجاه حسيني بحت يعني، فكون تلتفت كذلك إلى قضية الحسين عليه السلام. جيد جدا. شعركم، نعم، الآن أنت شنو تبدي تكتب الشهر محرم الحرام؟ يعني هو أنت مريود منك على يعني خلينا نقول على 10 الأيام الأولى، وبعدين دفن الأجساد، بعدين الأربعينية، فمتواصل المسألة. شنو راح تسمعنا حجي بعد أن نأخذ فاصل؟ أخذ فاصل وأرجع لك حتى تحضر لنا قصيدة سماع المشاهدين
ما حضرت شهر محرم لهذا العام. أحبة المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم. يا حسين 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 يا حسين 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 يا حسين 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 يا حسين حسين حسين. أحبة المشاهدين عدنا إليكم بعد الفاصل لكي نكمل حلقة هذا اليوم من مدينة بابل وبرنامج رايات حسينية. أستاذنا العزيز وصلنا وياك القصيدة الشعرية وما أتحضر لهذا العام شهر محرم الحرام وإن شاء الله شنو راح أسمع؟ أنا راح أسمعك بيت أبو ذية وقصيدة مقطع من قصيدة وليس قصيدة إن شاء الله. موافق. أقول نظل لحسين نكتب من شعرنا لأن ألحق طريقة من شعرنا ألف هيهات للذل من شعارنا ويظل اسمه بشرف إلنا هوية. يا حسين أعلى دربك تهمل العين والروح بهواك تذوب. يا حسين يا كعبة هوانة ويا عزنا ورجانا إلك يا سيدي برقابنا دين. يا حسين أعلى ذكرك تهمل العين. يا حسين القلب وياك وانت تنظم النبضة وعمرنا الراح واللي جاي بهداية منهجك يحظى وحبك وإحنا يا مولاي جذر ومشلب بأرضى. حبك نفسنا البرئة واسمك قلبنا ملجأ ما توصل لنا التجزئة بعض يتكامل ببعض. يا شمعة دربنا بدونها نحير وما ندري الوقت لولاك شي يصير. هم نحس أمانة ولو ظالم ولانة كل شدة وعسر من ذكرك تلين. يا حسين على ذكرك تهمل العين. يا حسين وبعد يا حسين شفناك الصبح لومر من برج السما تنور ويا النسمة حين تمر. يا حسين وبعد يا حسين شفناك الصبح لوطر من برج السما تنور ويا النسمة حين تمر. نشوفك ويا كل موقف وبكل صورة تتأطر بالماي نذكر كبدتك وبالشدة نذكر شدتك وبالغربة نذكر وحدتك وإحنا من دونك إش نقدر ما ننساك طول العمر باقين. يلي بدم وريدك صنت للدين ما ننسى الأمانة نحسها إحنا بدمانة مو عن جهل إحنا بهاي واعين. يا حسين على ذكرك تهمل العين. أحسنت. طيب الله الفاتح. أحسن الله عليكم. الله يحفظك. إن شاء الله راح أرجع لك وأم أسيلك على بخصوص سؤال. يعني الشعراء الآن الموجودين كل موكب أو كل هيئة مثلا أكو شاعر يميل للشعر الثوري أكو شاعر يميل للشعر الخدمي أكو يعني شاعر يكتب للموالات. نعم. فإن شاء الله راح أسألك عن طبيعة أكثر الشعر اللي تميل له وبما تأثرت بعد أن انتقل الخادم الإمام الحسين. شكرا جزيلا. عظم الله أجورك مله وأجورك عيون أستاذ حيدر. عادة الترواديد يعني دائما الرادود يكون قريب على الشاعر أكيد يعني يتأثر بالشاعر يتأثر بالكلمات اللي يكتبها. أيضا عندك في القصائد مثلا عندك في الصور تطلبها من الشاعر لو أنت تقرأ على أساس ما يكتب لك الشاعر. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر قناتكم الموقرة الشريفة اللي أتاحت الفرصة لنا. عظم الله أجورنا وأجوركم مناسبة استشهاد أبي الأحرار الحسين عليه السلام. نعم. طبعا أكيد يعني تكون علاقة وطيدة بين الشاعر والرادود، علاقة متواصلة يعني. نعم. يعني الشاعر ما يقدر مثلا يكتب ويواصل بدون رادود، والرادود كذلك يعني. نعم. فأكيد أكو فد اتفاقية مثلا اللحن الوزن الشعري اللي يريد الرادود من الشاعر. نعم. وفي بعض الأحيان يكون الشاعر يكتب الوزن اللي عجبه وبعدها يستلم القصيدة الرادود من الشاعر ويبدأ يلحنها على اللحن المناسب الحنجرته طبعا. نعم. طبيعة القصائد يعني تقراها لشنو تميل؟ القصيدة طبعا اللي نميل إلها أول شيء حسب المناسبة. يعني أكو قصائد عندنا ثورية وأكو قصائد إحنا نصيح لها الدمعة، وأكيد كل مجال معين إلها لحن معين. يعني مثلا القصيدة الثورية تكون إلها لحن ثوري، القصيدة اللي بيها دمعة يكون لحنها لحن الدمعة ويبدأ التواصل أيضا. الأستاذ الشاعر قال يعني ما عندكم لجنة حتى يعني تشوف القصائد تنقحها
إذا بها زيادة تضيف لها زيادة، إذا بها بعض المفردات تحتاج حتى. أنا أحكي عن نفسي يعني، القصيدة أكو في التواصل بيني وبين شاعر اللي هو لؤي الحلي، والأستاذ أبو أحمد أيضا كان هم ناخذ من عنده شعر، بس علاقتي بلؤي يعني لأن قربة يمي تكون أكثر من علاقة أبو أحمد وياه. عادة تقرأ شاعر واحد لو تقرأ مجموعة الشعراء؟ طبعا أكيد الكل الشعراء أقرأ، بس كل رادود يميل فد نفس معين لشاعر ما. من تميل؟ أنا أميل للشاعر لؤي الحلي، أي للشاعر أكثر القراءة 80% نقدر نقول نعطي نسبة للشاعر لؤي الحلي. بمن تأثرت؟ شو كنت بديت تقرأ هنا بالحلة؟ بداية القراءة كانت سنة 98 ببيت أبو جعفر أبو الموكب شيخ صادق، أي وتأثري بالمدرسة الباسمية وليس باسم الكربلاء، لأنه باسم هو مجدد، عندما نقول تأثرنا في شخص ما ممكن نقدر نقول أصبح عيب يعني، وشون بقى أنه الرادود أنه تأثر وما شق طريقة، بس باسم من يقلد؟ باسم هو مدرسة. ما كل إشكال، والدليل الآن أكو مدارس الملا حمزة أكيد رميثي. أكيد أكيد ماشي. أكيد بس لأن أي أحد يعني يسير في هذا الطريق ويسير في نهج الثورة الحسينية وينتمي لهذه المدرسة بالتالي هو شرف رفيع. أكيد بس ملا باسم أخذ فد شق طريق خاص، جدد المدرسة الكربلائية، جدد أطوار حمزة زين، أرفع من شأنها، والرجل أضاف أضاف هواي مرفع أصبح مدرسة. الآن التتميل للتجديد أكيد. شنو راح أسمعنا؟ أسمع قصيدة للشاعر لؤي الحلي. بيك مجنون وجنون من المهد، عهد ما عوفك يا ابو الاكبر عهد، عهد ما عوفك يا ابو الاكبر عهد، انت بالروح عني ما تروح، اهتف بنوح وحسينا وحسينا، انا مني سنين واقف ببابك شايل مصابك مثل ما عباس شايل رايتك، بليلة العاشر أمي فطمتني بيك زورتني، وعالضري حب عيني لاحت صورتك، ما نسيتك يوم ساكن بروحي، ما نشف موحي تسري بالشريان نار مصيبتك، من طب قبرك أبقى أتذكر قطعة المنحار والضمير يذوب شمعة بقبتك، انت صورا رسمت بدمع العيون، انا بالحب عابس وبالخدمة جون، يسري بدماي عايش وياي حتى بالماي وجهك القاه وحسينا. أحسنت. إن شاء الله إحنا دائما وين ما نروح هي صورة الإمام الحسين موجودة، وكل محبي آل البيت عندما يرون الماء يتذكرون عطش الإمام الحسين. أحسنت أحسنت. موفق إن شاء الله. الله يسلمك. أرجع لك حتى أسمع من عندك قصيدة ثورية، بعدين ننتقل إن شاء الله للحاج أبو محمد، وأيضا نتعرف عن طبيعة المواكب الخدمية، شلون استعداداتكم، شنو مثلا البرنامج الموكب الخدمي مثلا يختصر عملكم فقط في الأيام العشرة من شهر محرم الحرام، عندما ينتقل موكبكم الى مثلا الى كربلاء الى النجف الى الكرمل الى سمراء، ايضا تنقلون المواكب الخدميه هناك، استقبال المشايخ في زياره الأربعين في وفاه الرسول عليه الصلاه والسلام.
أحسن. عرفنا بنفسك إن شاء الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولا أنا أحب أذكر، أولا قد يسألنا أي شخص يقول أنتوا ليش تسوون هذا الجهود، ليش تتعبون، ليش كذا، نقول إحنا هذا الأمر ما جبناه من عندنا، أولا بأمر إلهي، وثانيا السنة النبوية وأحاديث أهل البيت عليهم السلام. الأمر الإلهي هو بالقرآن، الله سبحانه وتعالى يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، فهذه هي إحدى مصاديق القربة، أنه إحنا نوالي أهل البيت، نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم. وبالنسبة للأحاديث النبوية للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أكثر من أنه شخص يذكرها يعني مستفيضة وواضحة، وكذلك أحاديث أهل البيت عليهم السلام. الإمام الصادق عليه السلام يقول أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. بالنسبة لسؤال حضرتكم حول الاستعدادات، إحنا موكبنا حقيقة خدمي، أهل الحلة متميزين بخدمة زوار الحسين، يعني يشهدوا لهم الناس اللي يجوا هنا، شهدوا لهذا الشيء بالخدمة الممتازة، ويحبون يخدمون دائما أهل البيت. وتقدرون تلاحظون هذا عندما تجي المشاية أيام الأربعين، تجي على شارع 60، تلقى الناس أهل المنطقة يجون لو الموكب يقولوا له مروتك ردنا كم زائر، نتشرف بوجودهم ببيوتنا. الحقيقة بالنسبة لشهر محرم الحرام، العشرة الأولى احنا عندنا مجالس حسينية ونستقبل مواكب، ما عندنا موكب احنا الا طم، بس يجونا مواكب منطقة المشتل هنا اللي احنا بها حاليا. من تخلص العشرة المحرم صار عندنا استعدادات للأربعين اكبر من استعداداتنا حقيقة لمحرم الحرام. ونبسط موكبنا، يصير مقابل مطعم آدم هنا على شارع 60، اسم الموكب تشير بصورة عامة على كل المواكب. أي كل المواكب هنا الحلة حقيقة يتهيئون، أول ما يشوفون المشاي يبدون ولو بعدد قليل ينصبون مواكبهم، يستقبلون الزائر من الصبح يعني من الفجر، ريوقات يهيئوا لهم للمشاي، يعني قصدي يهيئوا لهم ريوقات والغديات يحضروا لهم إياه، وأماكن استراحة يبيتوهم ببيوتهم وخدموهم خدمة كاملة، يعني يغسلون ملابسهم، علاجات يحتاجوا لهم ويهيئوا لهم كل شيء اللي يحتاجه الزائر هنا. وعلمنا الحجي قال إن شاء الله الحجي كل الخير والبركة، إشعاره بهذا الموضوع هواية حقيقة. هو سنة أول ما دخلنا سمعنا هوسة بس ما قالها بداية البرنامج، استقبلنا الحين البرنامج يقولها إن شاء الله هسه هم نسمع من عنده. أي احنا برنامجكم يعني ايضا هنا عندكم مواكب خدمية مثلا ضمن الموكب المنطقة، مثلا عندكم مثلا يصير طبخ مثلا بالتاسع بالسابع بالثامن، احكي لنا شنو يصير. اكيد اكيد بالمنطقة اكو طبخ، هذا الطبخ فشي يعني هم كونك انت يعني كونك انت ضمن المواكب الخدمية ان شاء الله، نسأل الله ان يجعلنا من خدام زوار الحسين موفق ان شاء الله. الله يحفظكم. الخدمة موجودة كل اهل المنطقة، هم هنا تلقى المنطقة مو مخصصة يعني بس أبو الموكب يطبخ أو بس أبو الموكب يخدم، لا كل المناطق اللي موجودة بالحلة كلهم يحبون يخدمون الإمام الحسين عن طريق هذن الأمور البسيطة اللي يقدمون بها هدايا لوجه الله وثوابها للإمام الحسين عليه السلام، بالطبخ أو بخدمة الزائر أو بإقامة الشعب. حاجة تمويلكم مين؟ نعم؟ عندكم أحد يمويلكم؟ لا كل يعني كلها من الناس، ماكو عندنا أي جهة، لا لا هذا اسم الحسين، حتى أكو ناس تجي تنطي تقول لك لا تقول يعني فلان نطاني، ينطي يقول لك هاي لوجه الله ثوابها للإمام الحسين، ونقول له انطينا تخويل يقول لك أنت مخول. حجي أنت قلت إحنا الحلة نتميز بالتهيئ للزائرين، تعرف مدينة الحلة قريبة على طويريج، محافظات الجنوب كلها تجي باتجاه حلة طويريج. نعم. تعرف الزيارة الأربعينية أيام طويلة وتحديات إرهابية، عندكم شهداء سقطوا ضمن والله بالحلة، الحلة انطت شهداء هواية حقيقة، اللي صارت قبل 3 سنين هنا موكب العباس بنادر صار تفجيرين، هواية شهداء. كم شهيد صار عندكم في وقتها؟ بحدود 60 شهيد يعني. هم مو بس هاي، هو احنا
موكبنا موقعه جدا صاير بتقاطع مع سيارات، بس عندنا ناس تخدم الزوار تقول احنا نتمنى ان نستشهد، ما نخاف من الارهابيين ولا نخاف من هذا. يعني يقول لك شنو احسن من هذه الموت اللي انه اموت في لوجه الله في خدمة لزوار الحسين عليه السلام. إن شاء الله الكل مشرف، إن شاء الله إحنا نتمنى كل يستشهد في هذا الطريق. إن شاء الله. شكرا جزيلا. نسأل الله السلامة للجميع إن شاء الله. إن شاء الله التوفيق كل سنة وكل عام. الله يحفظك. شكرا جزيلا. الله يسلمك. بس المايك للأستاذ حتى ننتقل للأخونا أبو كرار. أبو كرار عندك خزينة وأيضا حضرتك إعلامي وأيضا معلومات عن الموكب عندك تفصيلية وأيضا يعني الموكب تحدث عنه الحجي، تحدث عنه مقتطفات الحجي أيضا، قلت له يعني مرة بظروف صعبة وتحديات واعتقل في زمن النظام البائد. أريد أن أعرف عندك موكبكم منو أسسه؟ بالبداية تسمح لي كمقدمة، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أحسن. صدق الله العلي العظيم. وعن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. في البداية نثمن جهود قناة الأنوار 2 وجهود العاملين فيها لعملهم الدؤوب، وها نحن عهدا موقع بدم النحور لله ورسوله والأئمة الأطهار، رهنا على طريق الحسين، سائرين باذلين الغالي والنفيس، لتبقى هذه الراية خفاقة ويبقى صوت هذا المنبر مدويا في الأفق: حسين حسين حسين. وأقول لمن أظلوا الصواب وجعلوا في آذانهم مقرا حتى لا يسمعوا الحق، أقول من ربنا الكرامة هنا باب الجنة من قبته، كعبة وكنا نتعنى للتسعين حد حشته، شلون تريد من عاشور خرسانه ويمر سكته؟ وهذا المستحيل، لن يمر عاشور ونحن سكته أو يمر ونحن خرسان. في البداية الحاج أبو جحفر اللي تشوفه ماثل أمامك أسس هذا الموكب عام 1977، وأنا أقدر أقول مو موكب وأسميه مدرسة. تأسس هذه المدرسة في منطقة ثانية اسمها منطقة حينادر، وهناك الحجي عانى ما عانى من الاضطهاد والظلم والتعسف، حتى في مرة توجهوا عليه بضرب إطلاقات نارية حتى أصيب برجله، وأصيبت والدته الله يرحمها، إلى أن نتيجة هذا الضغط زمن النظام البائد، في زمن النظام البائد نعم، ونتيجة هذا الضغط انتقل الحج بهذا الحي. هذا الحي كان متروك مهجور، يعني ما كان قليل يعني الناس اللي بيه. نعم. فكانت هذا المكان هسه احنا اللي تشوفه يعني قاع مكشوفه. بعدين الحج بهذا المكان بنى صريفه، جذوع وبواري وقصب، وكان الرادود علي البكري والرادود ابني كرار يعني ما يتجاوز عمره 8 سنوات، حتى كانوا يقرون قصائد رسم يعني كرامة من الحسين عليه السلام، يصعدون هنا بهذا المكان. وأكثر الأيام مرت يعني مرت علينا ظروف نخلي عيون تراقب حتى نقيم شعيرة الحسين زمن النظام البائد، في زمن النظام البائد. وأتذكر يمكن حتى يذكر الأخ الرادود على البكري في يوم من الأيام سوينا مجلس، يعني أقدر أقول لك نشاور يعني واحد يشاور الثاني في هذا المكان. معانا معانا الحجي عندك تفاصيل يعني مجابهتكم لهذه الأعمال التي كان يمارسها النظام البائد. بعد أن أخذ فاصل قصير. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام، نستمع وإياكم سوية لتفاصيل الاعتداءات الإجرامية من زمن النظام البائد بعد أن نأخذ فاصل قصير. يا حسين المشاهدين. عدنا إليكم بعد الفاصل لكي نستمع الخادم الحسين أبو كرار وكيف تعرض هذا الموكب والهيئات الخدمية في عموم
محافظة الحلة للمضايقات من قبل النظام البعث. أبو كرار وصلنا قلت الحج بعدين انتقل لهنا وصلت هنا بالحسينية من تنسون مجلس تتهامسون بيناتكم، شلون قدرت تتغلبون على هاي الصعوبات؟ والله صعوبة جدا يعني، بس الحج الحمد لله يعني أكو فد كرامة صارت هنا. قبل ما يعني نقوم المجلس قبل يوم ذكر الحجي شاف رؤية يعني قال اقروا لا تخافون. قلنا له شلون حجي؟ قال انا شفتهم بالرؤية البارحة وصلوا قريب علينا اكو فت شلون نقول فت حفرة الله سبحانه وتعالى اسقطهم بها. ومع هذا ابو كرار بس المايك حتى الاخوة المشاهدين يسمعوك. كنا نطلع يعني مو بس قرايتنا بالحسينية بهالمكان هذا. كنا نطلع اكو مجال تصير ببيوت، فكان الحجي واطفال يعني ذولا الاكثر يعني اللي تخرجوا من هندسه كانوا اطفال بذاك الزمان. فنطلع نسلل، كان طريق ماكو تبليط هنا، نسلل واحد ورا الثاني ونوصل للمكان، وايضا نلقى عيون على ذاك المكان. حتى اذكر في يوم الايام يعني جمعونا عن طريق شلون نقول خدعه، قالوا مجلس الاباء في احدى المدارس، فرحنا واذا لقينا مجتمع ازلام النظام السابق وقعونا اعدام لحد اللحظه ذكر قرار اعدام بقطع الراس من يحيي شعيره الحسين. بس مع هذا ما زدنا الا عزيمه واصرار ونبقى على العهد سائرين ان شاء الله. من تذكر من الشهداء السقطه وضمن المواكب كونك انت ضمن يعني الجانب؟ والله الإعلامي. كثير من الشهداء، الموكب اللي في منطقه حي نادر، موكب السيد جواد الله يرحمه، يعني راحت اكثر هواي شهداء. كونك انت اعلامي مو تشوف الاعلام مغيب عن الشهداء يعني؟ والله الشهداء اللي سقطون في المواكب، في يعني في زيارات المليونيه، حتى الاعلام يعني الاسلامي وقنواتنا الشيعيه ما سلط الضوء على هؤلاء الشهداء. استاذ حيدر، وعليهم مرور الكرام، لولا قناتكم لصمت المنبر حقيقه. انا اقولها هاي، لا احنا ما نقدر نقول يعني والله ما اجاملك، والله ما اجاملك، انا ما اجاملك يعني. الكل ماشي في هذا الطريق، ولكن ما احنا نريد نحتكر القضيه. الكل مثل ما واجب انا اعلامي وحضرتك اعلامي، واجب علينا من واجب الاعلامي ان ينقل الحقائق مثل ما هي. احنا شو نقول؟ يعني مجرد حقيقه ينقلها للناس للعالم، يقول يا اكو شهداء سقطوا ضمن هذا الموكب، تصير برامج. احنا شو نقول؟ نقول مثلا اكو وفيات لأيما المعصومين. نعم، يعني اليوم هذا اليوم استشهاد الامام الحمزه، احنا نقول نسميه الحمزه الغربي في محافظه بابل. نعم، ومحتمل بعد ساعه وفساعتين نشوف زفه على الشارع. يعني هذا سبب شنو؟ وسبب الاعلام. يعني المفروض اليوم يعني الفضائيات يعني تطلع اعلام على موت هذا الموقف. صحيح. وفاه الايمن المحصومين كذلك نفس الحاله، نشوف افراح واتراح الناس على الشارع وهو يوم استشهاد امام معصوم. يعني الاعلام ليش ما يركز على 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 الشهداء، شهداء اللي سقطون ضمن المواكب الحسينيه، سقطون ضمن المشايه، المواكب الخدميه، ليش الاعلام مغيب؟ هذا سر ما 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 اقدر يعني، انا حتى انا تعبان من عنده يعني هذا السر. يعني حتى لو تحكي وفي المقابل يعطيك اذن صماء يعني ما يسمعك. ما اعرف يعني شر. قلت لك لولا قناتكم مو مجامله استاذ حيدر. قناتكم لها الباع ولها الفضل بحياة هذه الشعيرة الحسينية. شكرا جزيلا، موفق. موفقين بحق الحسين. شكرا جزيلا. غاتي. بس بالمايك للحجي. حسنت. حجي، كل هاي المضايقات اللي تعرضت لها والعذاب اللي تعذبته، ولكن ذهبوا وأنت بقيت. الحمد لله. الحمد لله، شكرا. بس أنا أستاذ حيدر بلطفك. بس المايك قربه. تعقيبا على كلام أبو محمد. نعم. أبو محمد الموكب ماله ورايه. نعم. فيطبخ قبلي، إحنا نسوي برياني. نعم. الزاير ما ياكل برياني، ياكل لفه. انتوا بعد تتراعون الظروف. اي، فانا ايش اسوي؟ اكمش المايك، اقوم اقرا ابوذيات هوسه على شكل ابوذيه حتى يجون يمك. اي، مثلا زوار معنا حصه ثوب. اي، مثلا اقول مربينا مربينا يا زاير بيك نتبارك، مربينا يا زاير، مربينا يا زاير بيك نتبارك، بهذا الاجر احنا وياك نتشارك، الحلة بخدمتك واحسبها لك دارك. حسن. ها؟ حسن وكثير ناس يعني شيبة، مثلا يقول لي أنا جاي من السماوة، جاي من الديوانية، يقول لي والله أنا أكلت لكن صوتك جابني، فنص الأجر إلك. أنا محصل من نص صوبين أستاذ حيدر، وهذا فضل من الله. زين محمد، شو يسوي العجب الحالة تأخذ الأجر؟ أخلص قبله. موفق الحمد لله. نسمع الله. أول ما دخلنا سمعتنا هوسة. إي،
وعلى اساس بدايه البرنامج وسهل يعني ما بقى لنا الا دقائق قليله. لا هوستين الانوار انا محضر. يلا خلينا نسمع. هلا بالانوار تخدم الدين، هلا بالانوار تخدم الدين، وهلا برمز الاخوه ومحضر الطيبين. هلا بالانوار، هلا بالانوار تخدم الدين، وهلا برمز الاخوه ومحضر الطيبين، وهلا برايه حسين الحمى حدود الدين. ها مأيد بالله مأيد، هاي الخدمه لاهل البيت مأيد والله مأيد. هلا بالانوار يا هلا بيهم، هلا بالانوار يا هلا بيهم، الحله وكل اهاليها تحييهم، خدام ابو اليمه الله يحميهم، خدام ابو اليمه الله يحميهم. هالحله ديلكم اهلا بيكم يا الخدام، الحله ديلكم اهلا صلى على محمد وآل محمد. شكرا جزيلا حجي، واحنا ايضا نفتخر بان نشوف يعني موايد البيت يرحبون بنا، وايضا هي بالتالي قناة انوار الثانية هي فضائية كل بيت عراقي، وهي بخدمة المذهب والدين. حقيقة احنا هذا البرنامج العام يعني في مدينة كربلاء سوينا برنامج هو رايات حسينية ويا اطراف ومواكب مدينة كربلاء. حقيقة الادارة مالتنا يعني المدير العام وجهنا ان ننتقل لبقية المحافظات، لان قال كل المحافظات مثل ما يحدث في مدينة كربلاء لاحياء شهر محرم الحرام يدور ما يدور في هذه المحافظة مثل ما يدور في كربلاء. صحيح صحيح. حجي يعني باختصار حتى انتقل لاستاذنا الشاعر، بعد يعني تعرضك لهذا التعذيب وحتى انضربت اطلاقات نارية اعتقالات، والدتك على اثرها توفت وابوي ايضا مت، ابوي بقلبه ضربه طلقه. اريدك تحكي لي هاي التفاصيل. اي هذه احنا قلت لك كنا بمنطقه حي نادر وهجموا علينا البعثيين، احنا كنا الوحيدين بالمنطقه ما يرتاحون، احنا عائله ملتزمه يعني معروف عندنا بالمنطقه هناك. اي يعني انا طفل وابوي خطير رجال، هو سلك هالطريق، فانا وعيت على ابوي نفس الطريق نفس الخط نفس المنهج. اي فاحنا ما نتقرب للجماعه، يعني احنا قلت لك احنا من الله مسددين يعني ما هم ما يجونا العالم. لكن في يوم من الايام ما ادري يمكن عدد 12 واحد يقودهم واحد عضو فرع من السادة الزرقان سيد، هذا كان يقتل المشايع على الطريق. ايه انا ما شفت الرجل لكن يقولون، لكن هو ضربني الي، ضربني ثلاث طلقات. هذا كان يقتل المشايع على الطريق. ايه يلزم سيطرة يمي بين الشفن. ايه راح انا سمعت مره قالوا قتل له واحد. على كل حسان بس انا اللي ادري باللي وياي الحاله، ضربني ثلاث طلقات كسر رجليه. مشاهدينا الكرام طبعا الحج يتحدث، الحاج صادق هذا الانسان كان مشهور يعني يسوي سيطره قرب الشفل بين الشفل والحله وقضاء النجف، او عفوا مدينه النجف، هذا يسوي سيطره ينتظر المشايه. واحده من الحوادث يعني انا كنت حاضر بها في زمن النظام البائد، كانوا المشايه يسللون سرا، فهو كان ينصب لهم سيطرات. يعني واحده من المرات مره هي وطفلها يعني وقعد داخل النهر وغرقت، هواي كتل الناس. اي صحيح، حتى كان يجمع لنا زائرات النساء، انا شفته مجمعهن مره ويغلط عليهم وسب وشتم واعتداء على كرامتهن يعني. نعم. على كل حال هو اللي جمع عليك للبيت. اي اجوا حوالي 9 أو 10 تقريبا. نعم. اي يعني احنا صارت شلون واقعه الطف بس ماكو ضحايا، لكن شوف الجثث مطشره، انا هيك مذبوب، ابويا اخوي واحد من اخوتي رجله خاست فنه، ابوي على ثرى طلقه وقلبه همات، امي ماتت زين ولا، وانا ثلاث طلقات هاي رجلي مكسوره، ثلاث طلقات برجلي، وظلنا مستمرين على خط الحسين. هسه مؤنهم راحوا راحوا الى مزبله التاريخ، والحسين ظل رايه ترفرف. حاجي شو تقول لهم لذولا؟ اريد ما عندك فدهوسه، شو تقول لهم لذولا اللي يعادون الامام الحسين ويروحون ويبقون بس هم خدام الامام الحسين ويرفعوا رايه الحسين؟ يقول خل اصل الضلاله شوف والتكفير، خل اصل الضلاله شوف والتكفير، ولا ينفع قتل الشيعه والتفجير، سرنا للحسين وراح نبقى نسير، سرنا للحسين وراح نبقى نسير، فجرونا ونصيح حسين. موفق ان شاء الله. الله يوفقكم، احنا نتمنى لكم النجاح ان شاء الله والتوفيق. ان شاء الله النجاح والتوفيق على يد خدام الحسين عليه السلام. استاذنا سالته كان قبل ان ننتقل للرادود قضيه القصائد، اي القصائد ميلها الثوريه
حقيقة أستاذ حيدر هي كل القصائد مليونة، يعني الثورية يعني مليونة، الشعراء يميلون للقصائد الثورية أكثر أكثر من غيرها قصائد. هسه هذا يكون على يشتغل على خط واحد، لا بس هي أنت مريودة منك الدمعة، مريودة منك الثورية، مريودة منك العقيدة، مريودة منك حتى الدعاء، حتى الدعاء في القصيدة مريود. أنا وظفت كثير يعني من القصائد سواء كانت الثورية، وهسه راح أسمعك يعني بعض المقاطع حتى تكون على بينة. وهاي بيش تتجسد الثورية؟ تتجسد بالطور، يعني إذا كلمات عاطفة أو مصيبة أو دمعة لازم تكون القصيدة وطورها عاطفي، وهذا يعرف شغل الله، هذا يعرف أستاذ علي. إذا كانت الثورية الطور لازم يكون ثوري، إذا كان دعاء الطور لابد أن يكون في معنى الدعاء. هسه مثلا إذا دعاء، أنا عندي راح أسمعك مستهل، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. هسه هاي دعاء ممكن يعني حتى هاي تتوظف. مثلا ثوري أسمعك مثل للعباس، انا ما اسد اخو من تجي للعباس لازم بيها في نوع من الاقتحام للشاطئ، العباس كله بطوله وفداء، نعم، وبساله وجهاد. مثلا مستهل، لا وين المفر جاكم العباس شايل بيرغ الله ورافع الراس، لا وين المفر وين يهتف باسم الحسين شايل بيرغ الله ورافع، يعني كنت تتخيل له. نعم، فكل أحسن. كل رادود يعني يحتاج هاي، ويحتاج كذلك الشعر يحتاج هاي، يحتاج الدمعه، يحتاج المصيبه، يحتاج البساله، يحتاج العقيده. شكرا جزيلا. نعم. ملا شنو راح تسمعنا قبل نختم حلقتنا؟ شو راح تسمعنا؟ قصيده ثوريه؟ اسمعك قصيده قاعده للامام الحسين تحكي عن ثوره الامام الحسين. ان شاء الله نكفي ان شاء الله. ان شاء الله. ثورتك يا حسين ثورة عالمية، ثورتك يا حسين ذلت آل أمية، شلون تنسى هالعوالم وانت قائدها، مثل ما أيد محمد الله أيدها. ثورتك يا حسين ذلت آل أمية، ثورتك ثورة عقيدة، واقدس الثورات صارت، ماتت الدنيا بأهلها وهي بيت ما يوم ماتت. ثورتك ثورتك خلدها ربك بيك قامت واستقامت، بالثورة هذه من ثريت وسام المعالي حصليت، لأمة محمد حرريت عقب ما محكومة كانت، كل فجر عاشور بينا الثورة ترجع، كل فجر عاشور منك صوت نسمع، ثورتك بالغضرية حان موعدها، مثل ما أيد محمد الله أيدها. ثورتك يا حسين ذلت آل أمية. أحسنت حجي، أنا راح الوقت خلص بس بعدني طماع، أريدك سمعني هوسة. هاي الهوسة طبعا الكادر الأنوار، لأن أنا أحترمهم وأعزهم.
الله يوفق الطيبين خدام ابو اليمة حسين، الله يوفق الطيبين خدام ابو اليمة حسين، الهم بالمجال الصوت عالوا ينسمع كل حين، اجرهم اجرهم عنا بالمختار، اجرهم عنا بالمختار، والعتره وبالحسنين هاتشرف بيها تشرف، هاي العتره وجبرائيل الشرف بيها الشرف، شرف بيها الشرف، هاي العتره وجبرائيل الشرف بيها الشرف. احسنت حجي، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا حجي. احبتي المشاهدين، وصلنا وياكم الى ختام حلقه هذا اليوم من برنامج رايات حسينيه. قبل ان اختم اللقاء وياكم احب اشكر الحج صادق والملا وابو كرار والسيد واستاذنا العزيز الشاعر وايضا ابو محمد، وايضا المشاهدين الكرام الشكر موصول اليكم لحسن المتابعة والإصغاء، على أمل أن نلتقيكم وحلقات أخرى إن شاء الله. إلى ذلك الحين أترككم في أمان الله ورعايته. عشق يظهر يا أبو الأكبر، هتف من حار محبينك، ذول احنا مثل عابس يسمونا مجانينك مجانينك مجانينك.